لما نروح للدوري الإنجليزي هنلاقي إن فرقة زي برايتون عندها قدرة مبهرة على اكتشاف اللعيبة الصغيرة والمغمورة والاستفادة منهم وبيعهم بعد كده بأضعاف فلوس شرائهم. وفي الجولة الأخيرة من الدوري سجل لهم مهاجم صغير في السن عنده 18 سنة اسمه إيفان فيركسون هاتريك في نيوكاسل. برايتون عنده سياسة واضحة متمثلة في دراسة الأسماء المرشحة للنادي، التأكد من مدى قدرتهم على ملائمة طريقة اللعب، التأقلم مع ثقافة النادي وأجواء الدوري. بس في حالة فيركسون دي انت بتلاقي نفسك بتسأل يا جماعة ده عنده 18 سنة، لحقتوا منين تعملوا كل ده وتتأكدوا من كل ده؟ خليني بقى أقولك إن برايتون أصلاً لما اتفق مع أسرة فيركسون على ضمه كان عنده 14 سنة، واتفقوا معاهم على إنه ينضم لبرايتون لما يوصل ل16 سنة. فصحيح فيركسون عنده 18 سنة، لكن برايتون كان مخطط للحظة دي وإن هو يكون مهاجم الفريق الأول من وهو عنده شنب إعدادي، وقبلها كان مدرب الناشئين بيراقب خطواته وبيتأكد من إنه مناسب لبرايتون من طفولته. فبرايتون هنا ما دعمش خط الهجوم عنده باسمه وخلاص، لأ ده اختار مهاجم شاف فيه إن هو مناسب وبيمثل مستقبل للنادي واستثمار كبير من طفولته.